السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإنسان مننا دائما يطلب من ربه أن يقسم له الخير، ويطلب من ربه دوما أن يقيه شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. والإنسان دايما بيلجأ لربنا سبحانه وتعالى علشان ربنا سبحانه وتعالى ينير له الطريق، وعلشان ربنا سبحانه وتعالى يحقق له الأماني، وعلشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه. علشان كده بعد ما تصلي على سيدنا ومولانا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهدية بتاعت النهاردة دعاء مأثور عن أحد صحابة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الله بن عمر. وبالمناسبة سيدنا عبد الله بن عمر من أكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رواية وحفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده يوريك قد إيه سيدنا عبد الله بن عمر كان مستمع جيد لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، مش كده وبس، كان ناقل جيد لما يسمعه من سيدنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. المهم سيدنا عبد الله بن عمر كان ليه ورد من الدعاء كان يقوله إذا أصبح وإذا أمسى. وسيدنا عبد الله بن عمر بيقول لتلامذته أو بيقول لأصحابه أو بيقول لأحبابه إن الورد ده أو الدعاء ده اللي يلتزمه، يعني يلتزمه يعني يتعاهده، يعني ما يتركوش في الصبح أو في الليل، وقاه الله شر البلاء والوباء وفتح له باب الرحمة والأرزاق. خلي بالك سيدنا عبد الله بن عمر اللي بيقول الكلام ده هو اللي بيديك الهدية دي. طيب ايه هو الدعاء؟ الحقيقة ان الدعاء سهل بسيط ميسور، اي واحد مننا يستطيع لو داوم عليه يحفظه بسهولة ويسر. علشان كده بعد ما تصلي على النبي الزين، اول ما حضرتك تصحى الصبح قول الدعاء ده، وقبل ما تنام قول الدعاء ده. هات ورقة وقلم واكتب ورايا. سيدنا عبد الله بن عمر كان اذا اصبح واذا امسى رفع يديه الى الله سبحانه وتعالى داعيا قائلا: اللهم اجعلني من افضل عبادك الغداة او العشية نصيبا من كل خير تقسمه، ونور تهدي به، ورحمة تنشرها، ورزق تبسطه، وخير تكشفه، وبلاء ترفعه، وفتنة تصرفها، وشر تدفعه. شوف الدعاء سهل ميسور ازاي. سيدنا عبد الله بن عمر رضوان الله عليه وارضاه بيقول ان الدعاء ده من التزمه وقاه الله شر البلاء والوباء وفتح له باب الرحمة والارزاق. فداوموا على هذا الدعاء في الصباح والمساء، عساكم ان تصيبكم نفحة من نفحات سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبركة من بركات اصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صباحكم أمل، صباحكم رحمة، صباحكم تفاؤل، صباحكم بسمة، صباحكم موصول بالنبي الرسول. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي البركات وعلى آله وصحبه وسلم.